ميلادية، ومثل ما مساعدتها لمركز سرطان الأطفال، خلينا ننتقل نشوف الأجواء بالمركز بهالأيام كيف كانت مع أولاد مليانين حياة وحيوية. أكيد بيقولوا طلق حياتهم وحياتهم ناطرتهم برا لحتى يكونوا فعالين بالمجتمع. مثل ما ما في أحلى من أصواتكم معنا الليلة، ما في أحلى من هالأغاني اللي رح تزينوها وحملتنا اليوم. شو رح نعمل بحلقتنا الليلة؟ أول ما طلع الإعلان على القاعد كتار اتصلوا فينا وسألوا لي رح يكون في معنا كنترول روم موجودة معنا، الأوبريشن روم. كل شخص بحب يساعد أو يحب يكون عنده أثر بحياة طفل إرادة، لأنه الحياة هي إرادة، الواحد بده يحارب لحتى يقدر يكمل فيها. نحن رح نستقبل اتصالاتكم مباشرة أكيد خلال الحلقة. رح نرجع على الكنترول روم، دايما على الأوبريشن سواء نحن وياكم. كتار من الشخصيات الاستثنائيين رح يكونوا معنا، نجوم مشاهير بحبوهم الأولاد، في منهم كان حالي ملياني بالأمل وإنه رح بيكونوا جاهزين للمساعدة من أجواء الأعياد المباركة، حتى فعلا تكون سنة خير ونختم هالسنة مع كل الصعاب اللي مرقنا فيها، ونقول إنه نحن جاهزين لاستقبال سنة حلوة مليانة طمأنينة وسلام وبركة ومحبة، لأنه فعل المحبة منه بس بالعاطفة، المحبة هي الله. ماي هوب رح يحقق، رح تكون مزينة. ماي هوب الليلة عرفت فينا، وهن أغلبيتهم طلاب جامعات أو طلاب مدارس، يعني أشخاص يمكن ما يكون عندهم قدرة كتير كبيرة، ولكن دايما بنقول لو مبلغ بسيط دايما بيعمل فرق. حابين نتبرع بس يمكن ما بدنا نطلع على الهواء، كمان نحترم هيدا الشيء. في ناس حابين يطلعوا كمان يعيدوا يتعلم بمدرسة سان جورج، لكن نحدد بوقت أكيد لأنه بالأخير حد اقراك على الاعتراف ده اعرفه؟ لا يا ريس، انا بقصر الطريق على سعادتك، يعني عارف ان الرول زحمه ومليان قضايا، القضيه مترتبه كويس، يعني كل واحد عمل عارف ان الرول زحمه ومليان قضايا، طالب بتطبيق اقصى العقوبه. انا بقصر الطريق على سعادتك، يعني عارف ان الرول زحمه ومليان قضايا، وانا وسيادتك عارفين ان انا وهالأمل اللي كمان واضح بكلامك واللي زرعته فينا اليوم، شكرا لأنك شاركت معنا، وشكرا لتبرعك. إذا بتحب فعلا تبرع بنعلنه، إذا لا كمان إذا الكنترول بيقول لي إذا حد يعلن تبرع كمان بنقدر نعلنه على الإطلاق. الاس ام اس دولار، تخيل إذا كل واحد، أنا هلا مثلا سعيد تليفونك وين؟ تليفوني فوق. يعني لنقول إنه فينا كلنا هلا نلقط تليفوناتنا. الاس ام اس بعتقد هو 11 05 11، بنقدر نتبرع بهي الطريقة. تخيل نحن مليون شخص، دولار من كل شخص، قد ايه بنجمع؟ مليون دولار. بتعرف شو يعني مليون دولار؟ يعني فينا نحقق احلام كثار لاولاد كثار. لماي هوب، اذا عبالكم ماي هوب، عندك خطوات 106,000، قطعنا اول 100، وبعدها مستمرة العدوى الوحيدة اللي بتشفي مش بتمر كمان. بلي نحن بنعرف انه عندك كثير مشاركات بهي النشاطات الانسانية، مش بعيدة عنك. سلامة الاولاد. لكن القضية مترتبة كويس.
كويس يعني. كل واحد عمل شغله بما يرضي الشيطان، وسيادتك هتحكم بالقانون، والقانون أعمى. يعني يمكن كانوا فيها حابين يكونوا عم يلعبوا أو بمدارسهم، لكن كانوا حريصين يكونوا يقول اسمه. يلا حسبوا حسبوا بعد، يلا في تبرع. المركز كان حريص كتير من أفريقيا، متبرع من أفريقيا. شو صحتهم بتسمح لهم؟ كانوا دايما في ناس من المركز معنا بهالتصوير الخارجي بالإضافة لأهل الأولاد. هيدا بدل أنه المركز ما بتنتهي مهمته ضمن قائد الجيش وقيادة الجيش لاستقبالنا ولكمان تبرعهم الكريم لمركز سرطان الأطفال. بدي أشكر كل النجوم، المطربين، أبطال الرياضة، الناس اللي قاعدوا بالأوبريشن روم اللي عم يتلقوا الاتصالات. بدي أشكر فريق الام تي في فردا فردا يلي تعبوا خلال أيام العيد. عيد لعاد شكرا، لارا لحد شكرا، ريتا منصور كمان بالبرودكشن، وكل كل الناس اللي اشتغلوا حقيقة. وبدي أقول أنه شكرا لكل الأصدقاء عبر تويتر يلي هني كمان كانوا الخميرة الأولى كانت معهم. وأنا بدي أقول شكرا لكل اللي آمن بماي هو، ورح نتسين $1,000 و800 زقفك و800 تستمر. لو وقفنا على الحلقة خلي التبرعات تستمر فعلا، فينا نتبعها لنعلن رقم نرجع نعلن عنه يمكن ببرنامج من خلال الام تي في. خلينا هالاسبوع كله نتابع حملتنا لو برات الهواء، خلينا نتابع على الاس ام اس ونتابع الاتصالات، وبنوعدكم انه نعلن التبرع الجديد بخلال يمكن برنامج من برامج الام تي في، لانه شاشه الام تي في جيد. الله عطانا وزنات وزنات، وعطانا لنحب، حبوا اكثر واعطوا اكثر. تصبحوا على خير، شكرا.